السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي. يلا بينا نكمل مع بعض دلوقتي الدرس السابع مع درس ترتيب الأعداد تنازليا وتصاعديا. طبعا احنا طول السنين اللي فاتت في مادة الرياضة بناخد مع بعض الترتيب التنازلي والتصاعدي، وعارفين طبعا ان الترتيب التنازلي يعني الترتيب من العدد الكبير الى العدد الصغير، والترتيب التصاعدي يعني من العدد الصغير الى العدد الكبير. حلو قوي، بس ايه الزيادة المرة دي؟ الزيادة المرة دي ان احنا هنرتب الاعداد في صيغ مختلفة، هنشوف ده مع بعض في التمارين. بس خلينا الاول نشوف مثال واحد اللي معانا بيقول لنا رتب الاعداد الاتية ترتيبا تصاعديا وتنازليا. هو في الحالة دي لما يديني مجموعة اعداد وعايزني انا ارتبها بنعمل ايه يا سنة رابعة؟ بصوا معايا كده، احنا دايما بنقارن ما بين اول حاجة نشوف عدد ارقام العدد. يعني انا مثلا لو رايحة ارتب ترتيب تصاعدي ولقيت عندي عدد مكون من 5 ارقام والباقي مكونين من 6، فطبعا هو ده اللي نبدأ بيه عشان ده أصغر عدد. وكذلك برضو لو لقيت عندي عدد أرقامه أكبر من الباقيين في التنازلين هو ده اللي بنبدأ بيه. طيب يا سنة رابعة تعالوا كده نشوف هنا، هنلاحظ هنا ان كل الاعداد اللي هو عطاها لي هنا ايه؟ ان هي مكونة من 6 ارقام فكلهم شبه بعض. طيب تعالوا بقى نقارن ما بينهم. مش احنا الدرس اللي فات يا سنة رابعة لما كنا بنقارن ما بين عددين ونشوف مين الكبير ومين الصغير، كنت بنشوف من اخر خانة في العدد ونبدأ نقارن ما بينهم لحد ما نوصل للعدد المختلف ونحدد؟ تمام، هو ده برضو اللي هنعمله بالظبط في الترتيب. يعني ايه؟ لقيت هنا ان العدد ده هنا اخره هنا 3 وهنا 3 وهنا 3 وهنا 3 وهنا 3. حلو، طيب اللي بعده هما دول خلاص شبه بعض، اللي بعده هنا 7 وهنا 7 وهنا 7 وهنا 7 وهنا 7 لحد كده مفيش اختلاف. طيب تعالى نشوف بقى، لقيت هنا 8 ولقيت هنا 9 ولقيت هنا 8 ولقيت هنا 9 ولقيت هنا 8. في الحالة دي عملت ايه؟ لقيت هنا 3 فيهم رقم 8 واتنين فيهم رقم 9. طب انا دلوقتي هرتب اول حاجة تصاعديا يعني من الصغير، يبقى نبدأ نقارن تاني ما بين اللي فيهم 8 ونسيب اللي فيهم 9 دلوقتي في الايه؟ في خانة الالوف. طيب نقارن هنا، لقيت هنا بقى في المئات ايه؟ 9، وفي المئات هنا ايه؟ لقيت 4، وفي المئات هنا لقيت 2. يبقى اصغر واحدة فين؟ اصغر واحدة اللي هي دي، يبقى دي كده رقم 1 اللي هي 2 في الايه؟ في المئات. طيب بعد كده نروح نقارن ما بين مين بقى؟ ما بين هنا الاربعة وما بين هنا التسعة، يبقى الاربعة طبعا اصغر من التسعة فنبدأ ناخد دي تاني واحدة، وبعدين ناخد التسعة هي تالت واحدة. حلو قوي، تعالى بقى نقارن ما بين الرقمين اللي خانة الالوف بتاعتهم فيها 9 اللي هو العدد ده واللي هو العدد ده. لقيت هنا في خانة المئات دي 5 وفي خانة المئات دي 2، يبقى طبعا الخمسة اكبر من الاتنين، يبقى ناخد الاتنين هي الاول، يبقى هنا رقم 4 وهنا رقم 5. يبقى ده كده الترتيب اسمه الترتيب الايه؟ التصاعدي. خدنا مين الاول؟ 378294. بعد كده خدنا 378491. وبعد كده 378999. وبعدهم 379214 ثم 379500. حلو قوي. طب انا لو عايزه ارتب تنازليا بقى يا سنه رابعه، تنازليا بنفس الطريقه بس الفرق ان انا هنعكس الارقام، يعني هناخدها من الكبير للصغير. يعني رقم 5 دي هتكون هي 1 يعني ده اول رقم، بعد كده رقم 4 هي الثاني، بعد كده رقم 3 هي الثالث، بعد كده رقم 2 هي الرابع، بعد كده رقم 1 هي الايه؟ الاخير. تمام كده اتفقنا. طيب تعالوا بقى نحل تمارين مع بعض على الصيغ المختلفة عشان نتأكد من فهمنا للدرس بصورة اكبر. يلا بينا بقى يا سنة رابعة ناخد التدريب ده مع بعض عشان نقارن ما بين الاعداد اللي الصيغة العددية بتاعتها مختلفة. بيقول لي هنا في السؤال ده ايه؟ اعد كتابة الصيغ العددية بالصيغة القياسية ثم رتب الصيغ العددية تصاعديا. تمام كده؟ طيب حلو قوي، يبقى هو هنا عايزني نعمل ايه؟ عاوزني الاول ان انا نعيد كتابة الصيغ دي تاني بس بالصورة الايه؟ القياسية، علشان نعرف نرتبهم مع بعض. بعد كده نرجع نرتب الصيغ العددية ايه؟ تصاعديا. حلو قوي، يبقى هو هنا عايزني نرجع ايه؟ نرتب الصيغ دي زي ما هي، بس الفرق ان انا هنا هحولها الاول للصيغ الايه؟ القياسية، بعد عشان بس نعرف نرتبها. اتفقنا؟ طيب اول حاجة هنا بيقول لي 475382. بص معايا كده، دي رقم ألف، هنتفق اتفاق هنا يا سنة رابعة، انا هنا في النقط دي هحول لك للصيغة القياسية،
بعد كده لما هاجي ارتب لك تصاعديا هرقمهم هنا على جنب. تمام، يلا بينا. عندنا في اول سؤال هنا او في اول نقطة هنا 475 الفا. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل طبقين زي ما احنا اتفقنا، طبق للالوف وطبق للوحدات اهو بالصورة دي كده. عندي هنا طبق الالوف في ايه؟ 475 الف بالصورة دي، ادي 475 الف. وبعد كده 382 اهو، 382 هيبقى ازاي بقى هنا كده على بعضه؟ اهو 475 الف 382. طيب عندي هنا رقم ب، رقم ب دي بقى زي ما هي ثابته معايا مش هتتغير. عندي هنا رقم ج بقى دي، يلا بينا بقى ايه نحول هنا الصيغه التحليليه اللي قدامنا دي. مش احنا كنا خدنا الصيغه التحليليه في الدرس اللي قبل اللي فات؟ طيب تعالى بقى نحول الصيغه التحليليه ديت لايه؟ لصيغه قياسيه. طيب يلا بينا. عندنا هنا السبعة دي موجودة 7 في 10، يعني ايه 7 في 10؟ يعني 7 في خانة العشرات. طب انا هنا فين خانة الاحاد يا مس هدير؟ طالما مفيش خانة احاد عندك يبقى اعرف ان خانة الاحاد هنا بايه؟ بصفر. طيب 7 في 10 يعني 7 في خانة العشرات، 7 في 100 يعني عندي برضو 7 كمان في خانة المئات، 5 في 1000 يعني عندي 5 في خانة الالوف، نحط هنا العلامة بتاعتي وبعد كده 5 في خانة الالوف، 7 في 10 تلاف يعني عندي هنا 7 في خانة عشرات الالوف، 4 هنا في 100 الف يعني 4 هنا في خانة مئات الالوف، يبقى هنا 4 يبقى 475 الف و770. طيب عندي هنا دال بقى، في دال دي عندي الصيغة دي اسمها الصيغة الايه؟ الممتدة. يلا بينا نحولها للصيغة القياسية. حلوة اوي، تعالى كده نرتبها. عندنا هنا 80 اهي ننزلها زي ما هي 4000. طب فين خانة المئات يا مش مفيش خانة مئات؟ حطلي صفر. يلا 4000 يعني 4 في خانة الالوف، 70000 يعني 7 في خانة عشرات الالوف، 400000 يعني 4 في خانة مئات الالوف، يبقى العدد على بعضه 474080. طب عندي هنا اخر واحدة اللي هي اهي، عندي هنا برضو دي صيغة لفظية عايز نحولها للصيغة القياسية، 476000 اهي 476000، وبعد كده 578 اهي 578. تمام كده. طيب يلا بينا بقى نبدأ نقارن ونرتب الاعداد دي مع بعض. عندي هنا يا سنة رابعة تعالى نشوف كده بالراحة، دي 475000 ودي 475000 ودي 474000 ودي 476000 ودي 476000. طيب لاحظت هنا ايه سنة رابعة؟ عندي هنا دي 4 وهنا 4 وهنا 4 وهنا 4 وهنا 4، مفيش اختلاف. هنا 7 وهنا 7 وهنا 7 وهنا 7 وهنا 7، مفيش اختلاف. هنا بقى في خانة الألوف لقيت هنا 6 ولقيت هنا 5 ولقيت هنا 5 ولقيت هنا 4 ولقيت هنا 6، بس خلاص انا كده اكتشفت فين اصغر عدد اللي هو خانة الالوف بتاعته فيها 4 اللي هو اهنه اللي هو نمرة دال هنا، يبقى دي كده رقم 1 في تصاعديا. خلاص يبقى احنا خلصنا دال. طيب عندنا بعد كده ايه؟ نبدأ نكمل المقارنة بتاعتنا. عندنا هنا العدد فيه هنا 5 وهنا 5، ماليش دعوة بقى بالستة دلوقتي عشان الستة دي أكبر. الخمسة وخمسة نقارن ما بين دول، هنا خانة المئات فيها 3 وهنا خانة المئات فيها 7، يبقى طبعا التلاتة هي الأصغر اللي هي ايه؟ رقم أ هنا. حلو، يبقى عندنا هنا دي كده رقم 2 في الترتيب. طيب بعد كده ناخد رقم 5 التانية اللي بعدها 7 اللي هي ج هنا، اهي دي كده رقم 3 في الترتيب. طب عندنا هنا هيتبقى لي هنا العدد ده اللي هو هنا فيه 6 والعدد ده فيه 6، تعال نشوف اللي بعده. هنا لقيت 8 وهنا لقيت 5، يبقى طبعا الاصغر من هنا مين؟ اللي هو هنا اله، يبقى دي كده رقم 4 وبعد كده اخر واحده 5 اللي هي ايه؟ اللي هي ب، اللي هي الصيغه القياسيه الجاهزه اللي عندنا دي. وبكده نكون احنا قدرنا ان احنا نعيد كتابه كل الصيغ دي للصيغه القياسيه، وكمان بعد كده نرتبهم ترتيب ايه؟ تصاعديا. وبكده يا سنه رابعه نكون خلصنا درسنا النهارده. استنوني ان شاء الله في دروسنا الجايه عشان نكمل مع بعض ماده الرياضيات للصف الرابع الابتدائي. وكانت معكم مس هدير بهنسي من قناه بديل الدرس.